تكريم. يعني انا دايما بقول ان الدوله في حاجه دائما الى تكريم النماذج المشرفه اللي ما فيش ناس بتختلف عليها. ولكن انا عندي صوره جات لي وناس مستاء جدا جدا، وهو تكريم الدوله لمحمد رمضان لما قدمه للشباب. وانا توقفت جدا عند هذا التكريم. مين اللي كرم؟ الدكتوره غاده والي، وهي الصوره معانا على الشاشه. وانا توقفت جدا عند هذه الصوره. احنا بنقول للشباب ايه؟ وبنقول للمجتمع ايه؟ وما تخيل كده نبقى مع بعض الصرحة وما نفضلش حاطين راسنا في الرمال. اذا كان محمد رمضان هو شايف نفسه نمبر 1، هو يشوف زي ما هو عايز، بس حينما الدوله تقيم محمد رمضان ان هو نموذج ويتم تكريمه، امال المثقفين والادباء والمفكرين والفنانين المحترمين اللي ما قدموش شيء يخدش الحياء، دول يتعامل فيهم ايه؟ شايف هذه التكريمات؟ لا تعقيب. لا تعقيب حقيقي، لا يستحق التعقيب اصلا. لا التكريم ولا المكرم. انا ما اعقبش على هذا ولا حتى يستحق ان انا اعقب عليه. طيب عندي